ترحب بحضراتكم جميعا، ترحب بأهل الإعلام المرئي والمقروء والمسموع إن وجد. هذه الدار التي كانت وستظل دوما حصنا للحريات. هذا المؤتمر ينعقد كما تعلمون في ظل ظروف قيل عنها أنها تقييد لحرية الكلمة وحرية الرأي وحرية الصحافة. أيضا ينعقد هذا المؤتمر بسبب إحالة اثنين من الزملاء المحامين، هما الزميل ناصر الحافي المحامي عضو مجلس الشعب الذي قيل أنه منحل، والزميل الأستاذ عبد المنعم عبد المقصود بسبب إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية بتهمة إهانة محكمة هي المحكمة الدستورية العليا والقصف في حقها والإبلاغ الكاذب. في الوقت الذي أحيل فيه بعض الصحفيين أحيل فيه الزميلين في وقت واحد تقريبا. بالنسبة للصحفي الذي أحيل تحديدا لأن الباقي لم يحل بعد، لم يمثل أمام النيابة العامة وأحيل دون أن يمثل إلى النيابة العامة، وكما تعلمون هو أحيل إلى المحاكمة بتهم عديدة منها إشاعة أخبار كاذبة وإهانة الرئيس إلى آخره. في ذات الوقت أحيل الزميلين إلى المحاكمة الجنائية أيضا بتهمة إهانة محكمة هي المحكمة الدستورية العليا. الغريب في هذا الأمر أن الصحافة في جلها أو في معظمها، تفضل يا أستاذ علي، كالت بمكيالين. قامت الدنيا ولم تقعد عندما أحيل الصحفي إلى المحاكمة الجنائية. كل وسائل الإعلام نددت بهذه الإحالة ونحن مع هذا التنديد، لكن في ذات الوقت لم نسمع صوتا واحدا من جريدة أو من قناة تندد بإحالة المحاميين إلى المحاكمة، علما بأن ذات التهم الموجهة إلى الصحفي هي ذات التهم تقريبا الموجهة إلى الزميلين. وهنا يبدو التساؤل، لماذا الكيل بمكيالين؟ هل لأن الزميلين الحافي وعبد المقصود بسبب انتمائهما إلى جماعة الإخوان المسلمين سكت الكل ولم ينطق بكلمة واحدة ولم يندد بهذه الإحالة؟ هل هذا هو السبب؟ وهل لأنه صحفي قامت الدنيا ولم تقعد؟ أعتقد أن الحريات يتعين ألا تتجزأ، سواء بالنسبة للصحفي أو بالنسبة للمحامي أو المهندس أو بالنسبة لأي مواطن في جمهورية مصر العربية. يتعين أن تكيل الصحافة لأنها هي التي تحمل الأقلام وكذلك الفضائيات، يتعين أن تكيل بمكيال واحد. فعندما يحال مهندس، طبيب، محامي، صحفي إلى المحاكمة بتهمة أنه بتهمة الرأي أو حق التعبير، يتعين أن يكون التنديد بهذه الإحالة بالنسبة للجميع. أنا عايز أقول لحضراتكم بالنسبة للزميلين الحافي وعبد المقصود، كل تهمهم أنهم أرادوا أن يدافعوا عن موكليهم دفاعا جوهريا في القضية المشهورة في قضية حل البرلمان كما قيل، أو الحكم بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب. الذي حدث أن
الأستاذ ناصر الحافي أكد على أن الحكم الصادر في 14/6/2012 أرسل إلى المطابع الأميرية الساعة 11:03 صباحا، أي قبل أن تنطق المحكمة وقبل أن تتداول في الدعوة وقبل أن تسمع المرافعة. وقدم ما يفيد ذلك إلى المحكمة، وعندما التفتت المحكمة عن كل هذه الطلبات أكد على أن الحكم مزور. ده تم في منازعات التنفيذ اللي حصلت يوم 17/7. هذا الزميل تحديدا قام برد المحكمة، والمفترض أنه بمجرد رد المحكمة تشل يد المحكمة، تغل يد المحكمة عن نظر هذه الدعوة أيا كان سبب الرد حتى لو كان سببا معدوما. وهذا حدث في قضايا كثيرة، ففي قضية مثلا التأسيسية عندما قمنا برد المحكمة قامت في ذات الوقت بغل يدها وبدأ نظر الدعوة أمام محكمة الرد. هل المحكمة الدستورية العليا محكمة ينظمها قانون آخر؟ أبدا. القانون الذي ينظم المحكمة الدستورية العليا هو القانون الذي يؤكد على أنه في حالة رد المحكمة يتعين أن تغل يدها وتقوم بنظرها دائرة أخرى. في النيابة العامة عندما بدأت التحقيق مع الأستاذ ناصر الحافي في البداية طلبنا طلبات جوهرية، واحنا قايلين في البيان ان لو هذه الطلبات حققت في النيابة العامة لقامت النيابة العامة بحفظ الدعوة. الطلبات التي ابديت تحديدا في النيابة دفاعا عن الزميل ناصر الحافي وعن الزميل عبد المقصود كانت ضم حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 14/6 والذي قضى بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب، أيضا كافة منازعات التنفيذ التي صدرت يوم 17/7، وكذلك طلبنا تشكيل لجنة فنية من خبراء من أساتذة الحاسبات الآلية لكي يصلوا إلى نتيجة في هذه القضية. هل الحكم اللي صادر في يوم 14/6 أرسل بالفعل إلى المشتركين الساعة 11:03 صباحا أم بعد ذلك؟ إحنا بنقول إن هو أرسل الساعة 11:03. الفيصل فيه ده إيه؟ هو النيابة استعانت بضابط مهندس في وزارة الداخلية في قسم اسمه قسم المعلومات، والضابط كتب تقرير مغاير للي إحنا بنقوله. طب الفيصل فيه ده إيه؟ أنا بقول كلام والضابط بيقول كلام. الفيصل في هذا الأمر هو أن تندب النيابة لجنة فنية محايدة زي ما احنا قلنا لهم، لجنة فنية محايدة من أساتذة الحاسبات في كليات الحاسبات الآلية. لكن كل هذا الدفاع طرح وفوجئنا بإحالة الزميلين إلى المحاكمة الجنائية. وأعتقد أننا في هذه الجلسة التي لم تتحدد بعد لا جلستها ولا دائرتها سوف نبدي هذا الدفاع ونصمم عليه، وسوف ترون أن هذا الجانب كان على حق فيما أبداه. بالنسبة للزميل الأستاذ عبد المنعم مقصود لا يختلف كثيرا، لكن بالنسبة للأستاذ ناصر ده حدث في المحكمة، بالنسبة للأستاذ عبد المنعم عبد المقصود ده حدث أمام وسائل الإعلام وأكد على ما قاله الزميل ناصر الحافي. ده بالنسبة لموضوع إحالة الزميلين. ستتشكل هيئة دفاع قوية من لجنة الحريات بنقابة المحامين ومن نقباء النقابات الفرعية ومن المحامون جميعا الذين يرغبون في الانضمام إلى هذه الهيئة حتى لا تستباح مهنة المحاماة. أنا رأيي أن إحالة الزميلين
هو استباحة لكرامة مهنة المحاماة، لأنه عندما تلتفت النيابة العامة عن تحقيق دفاعهم يبقى بقول هذا إهدار لكرامة المحاماة عندما لا يحقق دفاعهم، لأن يعني معظم حضراتكم كل حاضرين المحامين تعلمون أن الاستجواب ليس معناه استنباط أدلة الاتهام فقط، استجواب المتهم يعني أن يستجوبه لظهور أدلة الإدانة ولظهور أدلة البراءة في حقه إن وجدت. وبالتالي النيابة العامة للأسف الشديد لم تفعل هذا، ونحن في هيئة الدفاع سيكون لنا يعني سباقا آخر في هذه القضية. اسمحوا لي أنا يعني سأجور على حق زملائي الأعزاء وليسمحوا لي بذلك في نقطة أخرى، وهي ما يثار الآن حول فضل السعادة حول قضايا النشر. وألاحظ للأسف الشديد قانونيين وإعلاميين وصحفيين يخلطون الحابل بالنابل في هذه المسألة. تعلمون أن نضال الصحفيين انتهى بهم إلى صدور القانون 96 لسنة 96 عندما اعتصم جموع المحامين لأنهم ينددون بالحبس في قضايا القذف والسب مش في قضايا النشر، وصدر القانون 96 لسنة 96 وألغى عقوبة الحبس من إيه؟ من المواد 302 و303 و306 وفقط. إذن هذه هي الجرائم التي رفع فيها عقوبة العقوبة المقيدة الحرية، لكن جرائم النشر كلها ما زالت حتى الآن في المواد من 171 إلى 200، وأعتقد أن يتعين أن احنا نطالع هذه المواد من 171 إلى 200 ما زالت تزخر بالعقوبات المقيدة للحرية في جرائم أنا من وجهة نظري ألا يصدر بشأنها. وأنا من هذا المنبر أقول للرئيس الدكتور محمد مرسي ألا تصدر قانونا مرة أخرى بشأن جرائم النشر. ليه؟ التصور إن الصحفيين عايزين يلغوا عقوبة الحبس في كافة جرائم النشر. جرائم النشر دي يا أخوانا فيها التحريض بكل مقوماته. لما أنا ألغي هذه العقوبة بالنسبة للصحفيين هيجي المحرض العادي اللي ما عملهاش بطريق النشر ويطلب مساواته بالصحفي، يعني الشخص العادي الذي يحرض على جريمة قتل أو حرق أو نهب زي المادة 172 كده. يعني المادة 172 مثلا بتقول كل من حرض مباشرة على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق بواسطة إحدى الطرق المنصوص عليها اللي هي منصوص عليها في المادة 171 يعاقب بالحبس حتى لو لم يحدث على فكرة لا قتل ولا حرق ولا نهب، يعني مجرد التحريض. طب لو واحد عادي ارتكب مثل هذه الجريمة ما هو الوضع؟ هل نلغي العقوبة على من حرض على القتل أو النهب أو الحرق؟ علشان كده أنا بقول ألا نسارع في إصدار أي تشريع إلا عندما ينعقد مجلس الشعب، لأن منظومة التشريعات المتعلقة بجرائم الرأي أو بجرائم الصحف في منتهى الخطورة عندما، وأنا طبعا عشان بس لا يظن أنني مع الحبس، لا أنا مع الحرية الكاملة بالنسبة للنقد، لكن احنا عايزين نقول بصراحة وخلال مبدأ المساواة هيجي أي واحد حرض على القتل أو النهب ويقول أنا عايز أتساوى بالصحفي فلان الفلان، ولذلك يتعين علينا أن نأخذ هذا الموضوع بحذر شديد
وألا نغلو فيه، ألا نغلو فيه.